السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم طلاب؟ يا رب تكونون بصحة وعافية. اليوم محاضرتنا عن الطفيليات العملي، المرحلة الثانية، قسم تقنيات المختبرات الطبية. إن شاء الله اليوم راح نحاول أنه نعرف أن الباراسايت إلى شنو تتقسم، شنو أول نوع راح ناخذه، شنو الأطوار اللي موجودة بهذا النوع ولا آخره. Classification of parasitology. The science parasitology includes the study of the three important phyla. إذن علم الطفيليات راح يتقسم إلى ثلاث أقسام أو أجزاء مهمة، أو إلى ثلاث شعب مهمة، اللي هي الفايلم بروتوزوا، فايلم هيليمنثس وورمز، والفايلم أرثروبودز، مثل ما حكيناها بالمحاضرة الأولى. فايلم البروتوزوا البدائيات. البروتوزوا medical importance are classified beside their morphology and locomination organs. إذن إحنا البروتوزوا لها أهمية طبية، فراح نقسمها على أساس الشكل وعضو الحركة. راح نقسمها على أساس الأشكال وعلى أساس عضو الحركة، شكل وعضو الحركة. Class rhizoboda or sarcodina moved by pseudoboda. إذا راح أقسمها أول شيء class rhizoboda أو class sarcodina، وهذا يتحرك بواسطة pseudoboda أو بواسطة الأقدام الكاذبة. Class mastigophora or flagellates flagellata. هذا الكلاس موف باي فلاجيلي، يتحرك بواسطة الأصوات. فلاجيلي يعني أصوات. كلاس سيليفورا أو سيليتا موف باي سيليا، طبعا هذا الصنف يتحرك بواسطة الأهداب. والكلاس سبوروزوا أو الأبيكومبلكس نو موفمنت أورغانس، ما عنده عضو للحركة، لا يمتلك أعضاء حركة. زين، كلاس رازوبودا أو الساركودينا راح نبلش بأول كلاس، وراح ناخذ من عنده الأموبيا. Most amoeba are free living and few are parasitic on human and animals. إذن معظم الأميبا هي أما تكون حرة المعيشة، وجزء من عدها قليل يكون متطفل على الإنسان وعلى الحيوان. They movement by pseudobody، راح يتحركون بواسطة القدم الكاذب. الأموبيا classification، إذا جيت أريد أقسم الأموبيا pathogenic و non pathogenic، عندي مرضية وعندي غير مرضية مثل ما ذكرت قبل شوي. الانتستينال أموبيا اللي راح يسبب لي أمراضية وخلل بالجهاز الهضمي وخصوصا الانتستينال المعوي، راح يكون الانتموبيا هستيروتيكا أو الانتميبا هستيروتيكا. هذه الأنتميبا هستيروتيكا هو اسم الكائن أو اسم الأميبا اللي يسوي لنا الأمراضية. هذا مثال على الانتستينال أموبيا، الأميبا المعوية مثل عندنا الأنتموبيا هستيروتيكا أو الأنتميبا هستيروتيكا. هذا اسم علمي، فالمفروض ينكتب أول حرف كابيتال ويكتب بخط مائل، والحرف الثاني سمول وأيضا يكتب بخط مائل. أما أنت بالامتحان فتكتب تكتبه بخط عدل وتخلي تحته خط على متميز لأنه أعرف هذا اسم علمي. الاسم العلمي يكتب بدون لا زيادة ولا نقصان بالحروف، الحروف مثل ما هي بالضبط. يعني هاي الأي إذا ما كتبتها بعدين، فرضا هسه هذه الأي أنت نسيتها ما كتبتها، هذا راح يكون اسم علمي ناقص وبالتالي يكون الاسم غلط. أو مثلا هاي الآي نسيتها، هاي بالتالي الاسم العلمي غلط ويكون تكون إجابتك خاطئة. زين، باثوجينيك الغير ممرض، عندنا ماوث أموبيا ممكن يعيش بالفم، عندنا أميبيا غير ممرضة مثل الأنتموبيا أو الأنتميبيا جنجيفاليس، أيضا هذا اسم علمي لازم يكتب بصورة صحيحة ومضبوطة. انتستينال أموبيا، انتميبا كولاي، اندوليمكسنانا، أيضا هاي مثالين على
الانتستينال اموبيا اللي هي الاميبيا اللي تعيش بالامعاء لكن تكون نان باثوجينيك ما تسبب اي امراضيه للانسان مثل انتاميبا كولاي والاندونيمكس نانن. زين راح نبلش باول مثال اللي هو الانتاميبا هيستروتيكا اللي حتسبب لنا امراضيه. الانتاميبا هيستروتيكا is defined as a human intestinal pathogen and anaerobic parasitic protozoan. Entamoeba hystrotica is estimated to infect about 50 million people worldwide. يعني الانتاميبا هيستروتيكا راح اعرفها على انه هي اللي تسبب لي امراضيه للامعاء وتكون لا هوائيه من الـ من الـ من الباراسايت من البدائيات الطفيليه اللا هوائيه وايضا هي صنفت كاحد اخطر الـ او مو اخطر احد الـ الامراض المنتقله او المعديه اللي ممكن ان صابت لحوالي 50 مليون شخص حول العالم. هو ماكو مرض مو خطير، كل الامراض تصنف خطره اذا لم تتم معالجتها وتداركها في بدايه الامر، لكن الانتاميبا هيستروتيكا هي أكثر انتشاراً في العالم. المورفولوجيك فورمز طبعاً هذا شكل التروفوزويد، هذا شكل التروفوزويد الطور المتغذي للانتاميبا هيستروتيكا. الانتاميبا هيستروتيكا حتتضمن طورين، طور متغذي اللي هو طور التروفوزويد وطور السيست اللي هو الطور المتكيس. الطور التروفوزويد هو باثوجينيك يكون داخل جسم الإنسان، والطور الانفكتد الطور المعدي اللي هو حيكون السيست. سجلوها هاي يمكم لأن تجيكم بالامتحان، منو الباثوجينيك هو التروفوزويد، منو الانفكتد هو السيست. زين نجي على المورفولوجيكال فورمز. تروفوزويد زويد فورم سايز وشيب رينج اموبيك شيب تتخذ شكل اميبي من 10 الى 60 ميكرومتر طولها. سايتوبلازم حيكون من 2 على 3 يعني ثلثين يكون حاوي على اندوبلازما وثلث يحتوي على الاكتوبلازم. فاينال جلانيور يحتوي على حبيبات ناعمه. موتيلتي بروجريسيف with hyaline finger like pseudobody تكون حركتها موجهة progressive تكون حركتها موجهة مو حركة عشوائية تعرف وين تروح على مود تاخذ غذائها with hyaline finger like pseudobody. هذا هو الهايلين finger like، هذا مثل الاصبع ده تشوفوه شكله شكل اصبع، هاي القدم الكاذب اللي يكون حركة يستخدمها الطفيلي لساعده على الحركة. النيوكليوس سيركل عفوا وذ كايروسوم، النواة تكون دائرية وتحاوي على الكايروسوم. نمبر اوف نيوكليوس 1 يحتوي على نواة واحدة. السيتوبلازميك انكلوجنز انجستد ريد بلاد سيلز، السيتوبلازم يهضم كريات الدم الحمراء. تشوفون هاي النقط الطوخ السوداء هاي هي الار بي سيز، تشوفون هاي الدائرة الكبيرة وبنصها دائرة صغيرة هذه النواة. راح اخذ لكم شكل اخر مخطط على مود تفتهمون. هذه هي النقاط الطوخ، هذه الانجستد ار بي سي، هذه النقاط الطوخ، هذه هي الانجستد ار بي سي، هذه هي النواة حاوية على الكاريوسوم، وهذا هو السيدوبودي، هذا هو السيدوبودي أو القدم الكاذب. هذا بالنسبة لمكونات التروفوزويد. زين نشوف الانتاميبا هيستروتيكا تروفوزويد شكل آخر. طبعا احنا شفنا الستول، شفتوه بالمختبر شلون انه عينة الستول من تباوع بها تضيع، ما تعرف الوايت بي سي من المونيليا من الار بي سي من الاندايجستيف فود، ما تدري صايرة هوسة.
فهنا شطارة المختبري بهو أنه يكون دقيق بالتشخيص. انتبهوا هنا، شوف هسه هذا شكله غير منتظم، احنا قلنا يعني أثناء عملية الخروج، أثناء عملية الفرش، لازم كلها تكون كلها عفوا تأثر على الطفيلي. فشوف هنا هذا شكل طفيلي، أنا راح شخصت أنه هاي RBC، هذه نيوكلياس وذ كاريوسوم، هذه ال خلي ألون لكم إياها، هذه هي ال RBC هاي وهاي، هذه هي ال نيوكلياس وذ كاريوسوم، وهذا هو الإندوبلازم، وهنا عندنا هذا هو ال سيدوبودي. تمام، فهنا شطارة المختبري بأنه شلون يصنف أو يشخص الطفيل. هذا أيضا عندنا سلايد آخر تقريبا يشبه الأول اللي بالبداية حكيت عنه، هذا هو الانجستد RBC، هذه هي نيوكلياس حاوية على الكاريوسوم، هذا هو السيدوبودي. زين ست، أنا شلون يجيني بالامتحان السؤال؟ السؤال يجيك كالتالي، تجيك هاي الصورة بلين، هذه الصورة بلين، أقول لك مثلا شخص الطفيلي، ايدنتيفايد سلايد، شخص السلايد الموجود امامك، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية شنو دا تشوف بالسلايد؟ شلون شخصته؟ على أي أساس؟ شنو اللي شفته وعلى أساسها شخصته؟ شفت النواة حاوية على الكاريوسوم، شفت ال الانجستد RBC، شفت الهايلين فينجر لايك سيدوبودي، فهيجي يجيك السؤال. زين نجي على السيست فورم او الطور المتكئس، شيب اند سايز رينج من 10 ل 20 مايكروميتر، سمول اند لارج رايز سيست، هي تكون صغيره و تحتوي على نواة كبيرة، small and large rice. لا عفوا، هذه خلينا نمسح العبارة، انه هي فقط اقصد عفوا اقصد بها تكيس. عفوا هاي اقصد بها فقط تكيسات صغيرة، هذه العبارة نمسحها مريتها. تمام، اقصد بها تكيسات صغيرة، spherical round stable and non motile، تكون بشكل بيضاوي دائري وتكون non motile، تكون غير متحركة. number of nucleus من 1 إلى 4، عدد الأنوية، إذن بس عفوا spherical to round دائرية to بيضاوية، stable تكون عفوا مستقرة، و non motile تكون غير متحركة. زين النمبر اوف نيوكلياس من 1 إلى 4، طبعا انتبه على هذا الموضوع جدا مهم، انه ايش قد بيها انويه من 1 إلى 4، لان راح ناخذ بعد انواع وهم بيها انويه اكثر. كاريوسوم، كروموتايد بودي اند جلايكوجين ان نيوكلياس، اذا هذه المكونات اللي موجوده بالنواه، كاريوسوم كروموتايد بودي اند جلايكوجين ان نيوكلياس. cytoplasmic inclusions chromatoid bars or bodies diffuse glycogen mass، هذه المكونات اللي موجوده داخل السيتوبلازميك. زين شلون شكلها ست؟ هاي شكلها، هذه هي السيست، هاي هي النواه حاويه على الكاريوسوم، هذا الكروماتويد بودي، وتحتوي من 1 إلى 4 نيوكلياس. زين ست يعني شنو من 1 إلى 4 نيوكلياس؟ يعني هذه أشوف أحد السيست قبالي، هذا سيست مثالي بكم نواة؟ ب1، 2، 3، 4 وبكروموتويد بادي، فأشخصها أنه هذه تروفوزويد سيست. زين أجي على المجهر، هذا سلايد وهذا سلايد، هذا سلايد ما يشبه هذا. شوف هنا كم نواة عندي؟ عندي تكون طبعا الكروموتويد بودي عادة يكون قريب السنتر أو بالسنتر، الأنوية هذه عندي إياها 1، 2، خلي أحط لك لون عليها، ثواني، هاي 1، 2،
هاي اثنين، هاي دا تشوفوها صاير مندحسة جوا، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي كم نواة؟ أربع أنوية. وهذا شنو؟ الكروموتويد بار. إذن هذه هي الانتمي بهستروتيكي سيست. زين نجي هنا، شوف هذه، هذه وحدة، هذه وحدة، هذه اثنين، هذه ثلاثة، ثلاث أنوية فقط. زين كروموتويد بار بالنص، إذن هذه انتميبا استراتيكا سيست. فهي هنا المشكلة أنه صعوبة التشخيص، شلون أشخص شطارة المختبر بالتشخيص. زين أيضا شلون يجيك هذا بالامتحان؟ يجيك هذا سلايد منفصل وهذا سلايد منفصل، يجيك واحد من عندهم، أقول لك شنو هذا السلايد اللي أشوفه قدامك؟ ايدنتيفاي، حتقول لي انتميبا استراتيكا سيست، لازم هذه الكتابة. زين سيست شلون شخصتها؟ شلون عرفتها؟ بها أربع أنوية وبها كروموتويد باديز تقريبا ان سنتر، افتهمناها؟ زين الترانسميشن، ترانسميتد باي سيست دايركت ترانسميشن، طبعا الانتقال حيكون بواسطة السيست، أما بواسطة دايركت وذ كونتامينيتد هاند أكيد يد ملوثة بالسيست اللي طلعت مع الخروج، فراح تنتقل لي سيست، او اندايركت ترانسميشن كونتامينيتد فود ووتر اند ايرثروبود. ايضا الاندايركت الطريقه الغير مباشره، طعام ملوث، مياه ملوثه عن طريق مفصليات الارجل، اي طريقه غير مباشره. زين الباثوجينيسيس ايش راح يسبب لي امراضيه؟ اموبيك ديزنتري، ممكن ان يسبب لي الزحار الاميبي، سبب لي الزحار الاميبي. Diagnosis التشخيص detection of trophozoid and cyst of parasites in fresh stool by general stool examination. إذا إيش راح أسوي أني؟ حسوي general stool، بما إنه هي intestinal معوية فأكيد أني راح ألجأ للستول، أكيد ما راح ألجأ للدم ولا راح ألجأ للسبيوتم اللعاب ولا ألجأ لليورين، أكيد إني ما ألجأ لهن، ألجأ للستول. By general stool examination after 30 minutes trophozoid form will destroyed. انتبه ورا 30 دقيقة الترافوزويد ايش راح يصير بيه؟ حيتدمر، فلازم الستول اقل من نص ساعة موجود بالمختبر على مود تقدر تشخص الشخص هذا الطور، ما تشخص هذا الطور، هذا الطور اصغر وما بيه محتويات هواية، بينما هذا الطور اكبر وبيه محتويات هواية تقدر تشخصه. زين diagnostic of one stage trophozoid and cyst، الطور التشخيصي حيكون اما trophozoid او cyst. infective stage الطور المعدي هو cyst، الطور الممرض هو pathogenic هو trophozoid. infective هو اللي شنو راح يعديك؟ cyst. شنو حيسبب لك امراضية داخل الجسم؟ trophozoid. زين شوف لي هذا الرسم هنا، هنا patient تغذى على food أو water حاوي على أو contaminated hand with a cyst، فدخلت السيست إلى الجسم، إلى جسم الإنسان، mature cyst حتنضج هذه السيست، حتسوي ecosystation تنزع الغطاء وتبدي تنقسم، حيصير عندي تتحول السيست إلى trophozoid بعد عملية الانقسام. حتعطيني trophozoid with the large عفوا trophozoid migrate to the large intestine، هذا الترافوزويد حيهاجر الى الامعاء، trophozoid multiply by binary fusion بالامعاء راح ينقسم انقسام انشطاري حينشطر، وبعدها حيتخذ مسارين، المسار الاول الترافوزويد راح يدخل الانتستينال ميوكوزا ويبدي يسبب لي امراضيه، ممكن انه ينتقل الى مجرى الدم، ينتقل الى اعضاء اخرى مثل الليفر، البراين، اللانكس، ويسبب لي مشاكل عده بالجسم. الايكوسيستيشن عفوا المسار الثاني حيسوي انسيستيشن، حيبدي يسوي يغلف روحه ويسوي سيست، انسيستيشن اماتشور سيست، كوادري نيوكليت سيست، وبالاخير تطلع لنا سيست بالغه، ممكن انه ترجع السبب لي انفكتيف اصابه ثانيه لبيشنت ثاني. اذا هنا السيست هي
infective stage لأن راح تعديك، والتروفوزويد حيكون pathogenic stage لأن حيسبب لك إمراضية داخل جسم الإنسان. شكرا جزيلا لاستماعكم، أي سؤال أو استفسار تقدرون تكتبوا ليها بالتعليقات، وإن شاء الله نشوفكم بخير وسلامة على الأسبوع القادم. مع السلامة.